الاستاذ امير كرارة التحدي اللي هو عمله انا جبت لكم مين اللي هيقولها كسح كتل كسل انت جاي عليا انا اللي هقولها صح كسح كتل كسل لا لا ابعدنا انا هتقول هتتقال غلط لا كسح كسح كتل كله كسح كتل كسح كتل كسل كسح كتل كسل كتح كسل كله يا عم لا